قدم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن تقريرهم أمام مجلس حقوق الإنسان، وتحدث التقرير عن انتهاكات لمبادئ القانون الإنساني الدولي وتقييدات إنسانية. وفي كلمتها أمام المجلس، طالبت المملكة العربية السعودية بدعم اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة، وعلى أن يكون الحل في اليمن يمنيا دون تدخلات خارجية. أريد التأكيد على موقف بلادي الرافض لولاية فريق الخبراء، ولا نعترف بما يصدر عنه من تقارير ونتائج وادعاءات واتهامات، وقد أخذنا علما بما ورد في تقرير الفريق وهو لا يختلف كثيرا عن تقاريره السابقة. إننا نؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون يمنيا يمنيا بالدرجة الأولى وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة. كما نؤمن بأن اللجنة الوطنية اليمنية هي الجهة التي تستحق الدعم من أجل استمرار تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وعلى المجتمع الدولي دعمها ومساندتها. وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها للحكومة الشرعية في اليمن استناداً على قرار مجلس الأمن 2216. واعتبرت تقرير لجنة فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن من شأنه تسييس الوضع الراهن، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بضرورة دعم اللجنة اليمنية الوطنية المستقلة. تؤمن دول المجلس بأن آليات التسييس الدولية والتي من ضمنها قرار حالة حقوق الإنسان في اليمن لا تخدم الوضع اليمني الحالي بل تعمق الأزمة اليمنية. كما ترى دول المجلس بأن هناك تعارض صارخ بين جهود اللجنة الوطنية اليمنية وفريق الخبراء البارزين. طالبت بعض الدول بعدم تجديد ولاية فريق الخبراء الخاص باليمن ودعم المبادرات الإقليمية التي تؤيد الحل اليمني دون تدخلات سياسية خارجية. وأدانت بعض الدول الانتهاكات الحوثية في اليمن والهجمات التي تعرضت لها المملكة من قبل ميليشيا الحوثي. المملكة العربية السعودية طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم اللجنة الوطنية المستقلة لمعرفتها بأرض الواقع وشفافيتها. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.